النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين الملوك؟ حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبني. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسرار
ربي وأنا صلي وسلم.
سواك عند حلول حديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بك إذا الكريم تجلى باسم المنتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم